تبغون تعرفون قصة يوم الأحد؟ قصتي بدأت من 2009 وكنت عرفت الجو اللي في جماهيرية معينة بس أبغى أكبر جماهيرية، فهمت الفكرة؟ فسمعت شيلة للذيب اللي هي صفة بشتة، ولا دبرت رقمه من كم برودوسر من أرسلت له خلي بسمعكم الفويس نوت. هذه قديمة لي يا ولد، من وين جبتها؟ توقعت انه ينبلف، عرفت الجو، لكن ايش رد علي؟ ايش قال؟ ابشر وتم وصار باللي تبيه واعتبرني جار. جار، دمجنا الجمهورين مع بعض بفرقة سميناها يوم الاحد. احنا اسسنا فئة جديدة، لان الدمج اللي صار ما بين الشيلات والراب نفس قصة الـ R&B شيء زي كذا، تتيون اللي هو الكهرب. قلنا شيلات راب، شيلات راب، راب شيلات، فهمت؟ فأخذنا شراب، شلاب، شل اللاب، شيلة، شيلات. في الموايل لاريفوزي تجيقلاك جيقلاك جيقلاكي ميري، ترى قريبة ما أفيتشي قصدك؟ ايه قريبة ما هو الدمج صح. هو على سبيل المثال كمثلا ذا ويكند معروف المغني، من هنا جاء الاستلهام انه اذا كان الغرب عندهم عطلة نهاية الاسبوع فحنا بداية الاسبوع، فهمت الفكرة؟ قام الفكرة، فهمت؟ ايه يوم الاحد دوام، حنا فلتنا يوم الاحد. زي ما تشوفون هذا الاستوديو هنا سجلت اشياء كثير، عطنا نبذة ونهار. والله ما بين بينك طلق، ما ادري من وين ابدا، لكن مطلق ايه الطلق، نعم الطلق، انا ما اسميها الا الطلق، المطلق ايه المطلق، لا تقلق، فهمت؟ ايه لا تقلق مع المطلق. عندك ذي يحسبون الناس اطباق بيض، ذي عوازل، ذي عوازل مهم اطباق بيض، فهمت؟ فهمت ولا تسلك لي؟ التقيت ابو نهار، يعني غير ابداع الفني استوعبت ان الرجل عنده موهبه، فهمت الجو؟ كل ما شاء الله ما شاء الله، ايش دعوه؟ كل ما شاء الله ايش دعوه يا ابوي؟ قولوا ما شاء الله كلكم، يرحم والديك. ترى باخذ غسولكم كلكم.